الفيديو اليوم حبيت اسوي لكم تجميعات الفيديوهات سويتها الاسفنج الورد، جمعت لكم اللقطات اللي وانا اكسر الاسفنج. اما اللي يبغى يشوف الفيديوهات كامله مع الطريقه راح احط لكم الروابط بصندوق الوصف. ومو كل الفيديوهات كانت محفوظه عندي، عشان كذا سويت لكم تجميعات للفيديوهات اللي الحين موجوده عندي. ومو كل الاسفنجات انا سويتها، بعضها اختي الصغيره سوتها معي، لانه سبق سويت لكم فيديوهات اختي الصغيره تزين اسفنج الورد. وبس خليكم مع الفيديو.
لي بالتعليقات اذا حابين اسوي لكم تجميعات الاشياء الثانيه. وبس نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي اقتراحاتكم في الفيديوهات الجايه. وباي.